أسفرت قرعة المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 التي سحبت اليوم بمدينة دوالا الكاميرونية عن مواجهة نارية بين المنتخب الوطني والسنغال. جاءت القرعة متوازنة لمنتخب المغرب الذي سيواجه الكونغو الديمقراطية، فيما صدم المنتخب الجزائري بالكاميرون، فيما تواجه تونس منتخب مالي. وجاءت المواجهة الخامسة أفريقية خالصة في ديربي غرب أفريقيا بين نيجيريا وغانا. أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم استعدادا للقاء كوتيفوار الأربعاء المقبل في الدور الثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وشارك الظهير الأيسر أحمد فتوح في التدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة تأهيله، فيما بدأ محمود حمدي الونش اليوم فترة التأهيل بعد أن أنهى برنامج العلاج الطبيعي. وكان المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش قد عقد اجتماعا مع لاعبين ظهر اليوم ضمن سلسلة اجتماعاته معهم، تناول خلاله برنامج الإعداد للقاء كوتيفوار وأهمية المباراة بعد التحول إلى الأدوار الإقصائية للبطولة. تنطلق غدا مواجهات الدور الثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، حيث يخوض المنتخب التونسي مواجهة قوية مع نظيره النيجيري، فيما يلتقي منتخب بوركينا فاسو مع الجابون. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لياسر وهبة لاستكمال ما تبقى من التسعات.